بس طيب قولي المهاجمين اللي انت بتحب تلعب جنبهم في نادي الزمالك، يعني مين اللي انت اكيد مصطفى محمد طبعا، بس مصطفى راح على خلاص، راح جالة تصارية التركي، مهاجمين انت بتحب تشتغل جنبهم جوه ال 18؟ والله يعني المهاجمين اللي موجودين في نادي الزمالك كلهم كويسين، يعني سيف ومروان قبل ما يمشي، مروان حمدي وعمر السعيد، يعني لعبت برتاح معاهم اللي هم كبار في وعندهم خبرات، فاي حد صغير يلعب معاهم فيكون مرتاح. مين اللعيب اللي في نص الملعب اللي انت بتتحرك له بتحس ان هو بيعرف يشغلك على الجون او بتبقى انت مستني الكوره منه؟ كان فرجاني ساسي في ماتش دجله ده الودي ده، فرجاني ساسي والله العظيم الكلام ده جاء لي كده، قال لي انت ده ماتش دجله الودي الكوره دي بالظبط، جاء لي انت بتحب الكوره في رجلك ولا ادالك في مساحه؟ قلت له لا انا بحب اجري، اداني في مساحه، اداني في مساحه، سبحان الله والكوره جت لقى مداني في مساحه، حطيت جون حلو قوي، حطيتها جون فعلا، تلاقيه هو جاي اصلا جرى وسلم عليا اهو، هو الجون ده فعلا. مين تاني بقى دلوقتي يعني بعد رحيل فرجاني ساسي؟ كنت بحب بلعب في لعب نص الملعب، شرقي، زيزو، بحب العب شيكابالا، اوباما، زيزو. الناس اللي يعني بتشتغل زيزو كابتن شيكابالا طبعا وبن شرقي، كلهم لا كلهم لعيبه يعني كبار بسم الله ما شاء الله. الماتش ده برضه كان مهم في مسيرتك، يعني ثلاث اهداف في دجله فعلا. شايف خط هجوم الزمالك ازاي دلوقتي يا اسامه؟ يعني سيف الجزيري وعمر السعيد هما الاثنين اللي موجودين دلوقتي، مروان حمدي راح السموحه، انت رحت البنك الاهلي، مصطفى محمد راح جلطة سراي، شايف خط هجوم نادي الزمالك ازاي السنه الجايه؟ لا هم اللي موجودين كويسين قوي، عمر لما طلع عارضونا فاشتغل كويس وربنا كرمه فعشان كده رجع نادي الزمالك، وسيف الجزيري شغال مع في نادي الزمالك كويس وشغال مع وفي المنتخب، يعني جايب يعني المنتخب التونسي لسه جايب جون ثلاث اربع الاسبوع اللي فات مع موريتانيا، فلا ان شاء الله يعني ربنا يكرمهم الموسم الجاي ويعملوا حاجه ان شاء الله. طيب